أول قرار في هذا الموضوع هو حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة 7 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي. أنا بأكد هنا أن هذه القرارات اللي هنعلنها هي مداها الزمني هو أسبوعين. القرار الثاني أن بالتوازي مع حظر حركة المواطنين طبعا هيتم إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص لنفس الفترة من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، وبالتالي ده يسري على كل الوسائل النقل اللي بيبقى فيها تجمع لعدد من المواطنين سواء عام أو خاص. الجزء الثالث والمادة الثالثة إن ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية أو ما نطلق عليه المولات. سيكون مواعيد عملها من 5 مساء إلى 6 صباح اليوم التالي مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت. يبقى كل هذه المحلات هتبقى بتشتغل 5 أيام في الأسبوع من 5 مساء إلى 6 بتغلق من 5 مساء إلى 6 صباح اليوم التالي، ويومي الجمعة والسبت هو إغلاق كامل. وكل ده هدفنا عشان نمنع تجمعات وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين. هذا القرار لن يسري على المخابز ولا محل البقالة ولا الصيدليات أو السوبر ماركتس اللي بتبقى متواجدة خارج المراكز التجارية. المادة الرابعة هتغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وأي ما يمثلها من محال ومنشآت تقدم أنشطة التسلية أو الترفيه. ده سيكون غلق كامل طوال هذه المدة، كما ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت تقدم المأكولات على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل فقط. المادة الخامسة ستعلق جميع تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصريح العمل والجوازات ورخص البناء. أي خدمات النهاردة بينشأ عنها أن المواطن بيتحرك ويروح لمصلحة حكومية علشان يعمل خدمة أو يقدم خدمة، سيتم تعليق كل هذه الخدمات بالكامل طوال هذه المدة. هذا الموضوع فقط الذي سيستثنى منه هو مكاتب الصحة علشان موضوع قيد سواء المواليد أو الوفيات اللي بتبقى بتحصل طوال هذه المدة. المواطن اللي هيسأل يقول طب أنا رخصتي أو بطاقتي المفروض كانت تخلص في خلال الأسبوعين دول، تم التنسيق مع وزارة الداخلية أن سيتم مد سريان عمل كل هذه يعني المستخرجات الرسمية طوال مدة الحظر، بحيث أن حتى لو بطاقتك أو رخصتك بتخلص في هذه المدة احنا هنعتبرها سارية معانا لما بعد إنهاء هذا الحظر. المادة السادسة هو غلق كل النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية. دي القرارات اللي احنا بنقول انها ان شاء الله سيتم تنفيذها لمدة 15 يوم. بالإضافة إلى هذا قررنا ان احنا مد تعليق الدراسة في كافة المدارس والمعاهد والجامعات لمدة 15 يوم أخرى إضافية بعد انتهاء القرار اللي احنا كنا طلعناه قبل كده، اللي هو كانت انتهاء ميعاد انتهائه يوم 29 مارس. ايضا سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض حجم الموظفين والعاملين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والقطاع الاعمال العام والاجهزة التابعة للدولة، ايضا 15 يوم اضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي اللي هو كان بينتهي في الأول من إبريل. يبقى احنا بنمد كل الكلام ده أيضا 15 يوم.
من سيستثنى من هذا القرار هم فقط المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم، لأن دول طبعا دول أولوية أولى، وبالتالي هم سيستثنوا تماما من كل اعتبارات في هذا القرار، لأن هم شغالين على مدار ال 24 ساعة علشان نحن نضمن سلامة وصحة مواطنينا. أنا عايز أكد أن القرار بينص صراحة أن سيتم تطبيق العقوبات اللي موجودة في قانون الطوارئ فورا على من سيخالف هذه القرارات. العقوبات عشان نبقى عارفين بتبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وتنتهي بالحبس. وبالتالي أنا بناشد المواطنين الالتزام الكامل بهذه القرارات والتعاون الكامل مع كل أجهزة الدولة لتنفيذ هذه القرارات.